السلام عليكم، معاكم محمد اسامه على قناه بي ذا فيرست. خليك الاول. هنشتغل ان شاء الله مع بعض منهج اولى ثانوي لماده اللغه الانجليزيه. اول سؤال مستر، في فرق ما بين اعدادي وثانوي؟ هقول لك طبعا في فرق ما بين الاثنين شويتين. طب ايه الفرق؟ تعالى نعرف الاول ايه الجديد عندنا. عندنا شويه سكيلز كده جديده. مستر انا اصلا مش عارف يعني ايه سكيلز. يا سيدي سكيلز معناها مهارات. المهارات ديت عندك سؤال جديد اسمه ترانزليشن او ترانسليشن، النطقين صح. السؤال ده ترجمه. مستر نعم مش هعرف اترجم. هتعرف تترجم؟ والله يا مستر ما بعرف اترجم. والله هتعرف تترجم بس بشرط. قول لي يا مستر الشرط. اول حاجه انا عايزك انت توعدني وعد، وانا يا سيدي هوعدك وعد. الوعد بتاعك اي كلمه تقابلها لازم تحفظها لي، ده اول وعد بيني وبينك. مهما كان الكتاب الخارجي اللي انت شغال منه، وشغال من كتاب المدرسه، شغال من اي حته، اي كلمه تقابلها تحفظها. حاضر يا مستر، ده الوعد بتاعي. والوعد بتاعك؟ الوعد بتاعي انا يا سيدي اعلمك تحل سؤال الترجمه كده على طول من غير ما تفكر، حتى لو انت مش عارف معنى الكلمه. ازاي الكلام ده؟ هتعرف ما تقلقش. وهعمل لك يا سيدي وعد مني فيديو خاص بالترجمه، اركنه بقى على جنب. تمام. طب عندنا ايه تاني؟ عندي سؤال بس هو اللي ممكن يضايقك شويه اسمه سؤال الكلوز تيست. ايه ده؟ عباره عن ايه؟ ده عباره عن سؤال كده اهوت، في جمل وفي حاجات ناقصه كده في النص، في نقط يعني في النص، وحضرتك المفروض تكمل الكلام دوت من دماغك. مستر مش هعرف. هتعرف. هتعرف ازاي؟ هتعرف عن طريق البربوزيشن او حرف الجر او طريقه حل السؤال اللي انا هعلمها لك، وده برضه هنعمل له حلقه لوحده في الاول كده علشان تقدر تدرب نفسك عليه. عندنا ايه كمان؟ عندنا كمان سؤال المقال، هو هو سؤال الباراجراف بتاع السنه اللي فاتت لكن اطول شويه وبشكل مختلف. دوت هنشتغل مع بعض عادي جدا، واصلا هتلاقي كمان حلقات على القناه بتتكلم على المقال، حلقات قديمه هتلاقيها وهسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن ان شاء الله. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا طبعا الباسج اللي هي القطعه، ودي بتبقى انسين. انسين يعني ايه يا شباب؟ انسين يا بنات معناها ان مش بالضروره ان هي تكون من الكلمات بتاعت المنهج بتاعنا. علشان كده بقول لحضراتكم اي كلمه تقابلك لازم تحفظها. متفقين؟ متفقين. طب هنمشي ازاي بقى؟ هنمشي يا سيدي ببساطه مع بعض. اليونتس بتاعتنا هنقسمها على تو بارتس، على جزئين. بارت جزء خاص بالجرامر، ودوت هيبقى سهل بالنسبه لك جدا وهنشتغل فيه مع بعض. كل الجرامر اللي عندك في اليونت، وهنجيب عليه كل الاسئله، وهنقول كمان كل التريكات اللي ممكن تجي لك من اي مجرب من اي مكان، ما تقلقش خالص. تمام. وايه تاني؟ والجزء التاني او البارت التاني دوت اللي احنا هنتكلم فيه، خلي بالك على الموست امبورتنت فوكابلري. موست امبورتنت فوكابلري اهم الكلمات. طب يا مستر باقي الكلمات ما تنساش الوعد بتاعك، احنا متفقين ان الكلمات كلها عليك، انا بس هشتغل معاك اهم الكلمات اللي هنطبقها في درس الريدنج بتاعنا. ايه درس الريدنج؟ درس الريدنج دوت احنا لازم نقراه. ما كناش بنعمل كده قبل كده؟ اه طبعا، ما خلاص انت كبرت، فطريقه العرض والشرح كمان لازم تكبر معاك. درس الريدنج دوت يا بنات هنشتغل منه او هنطلع منه رجاله البربوزيشن، حروف الجر. طب هتفيدني في ايه؟ هتفيدك في السؤال بتاع الكلوز تيست اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه. وهنطلع كمان اللانجوج نوتس. نعم، لانجوج نوتس ديت اللي هي الملاحظات اللغويه. مستر الكلام عمال يكتر، ما انا مش عايزك تتوه مني. ما تيجي نبدا مع بعض. ليتس ستارت. هنبدا بقى مع بعض دلوقتي الجزء الخاص بالجرامر. الجرامر بتاعنا النهارده بيتكلم على الباست سمبل، وكمان بيتكلم على الباست كونتينيوس. مستر ايه الفرق؟ طب ما تيجي نعرف الفرق. خلي بالك اهم حاجه انا عايزك تركز عليها معايا السنه دي، ان انت اول حاجه احنا بنلعب عليها، بنلعب على حاجه زي ما هي قدامنا كده اهو، بنلعب على اليوسج. اليوسج ده اللي هو الاستخدام، وطبعا سامحوني في خط الفظيع ده، بس انا كده هشتغل معاك السنه دي كاني قاعد قدامك بالظبط في البيت. اليوسج ده شباب اللي هو الاستخدام. طب ليه يا مستر ما احنا على طول متعودين على الكلمات الداله؟ لا انا مش عايزك بقى تتعود على الكلام ده خالص. طب ليه؟ هتعرف معايا النهارده ان الكلمات الداله ديت او الكي ووردز او ايا كان انت بتسميها ديت بتتكرر معانا في معظم الازمنه، فانت لو اعتمدت على الكلمه الداله فقط هتغلط كتير جدا. طب تعالى نشوف بقى الدرس بتاعنا بيقول ايه. بص يا سيدي، طبعا انت عارف اليونت بتاعك الاول اسمه جيتنج اواي. جيتنج اواي، شوف التفاصيل. التفاصيل بتاعتنا زي ما احنا قلنا هنتكلم على الجرامر. اول حاجه اللي هو الباست سمبل. يعني ايه باست سمبل؟ وخلي بالك ما اسموش سمبل، لا سمبل. باست سمبل دوت يا شباب اللي هو الماضي، ها البسيط. احنا كده قاعدين مع بعض كاننا بندردش بالظبط، وطبعا سامحوني على الخط. باست سمبل اللي هو الماضي البسيط. قلنا اول حاجه لازم نتعلمها مع بعض، احنا بنتعلم نستخدم اليوسج. نتعلم نستخدم ايه يا رجاله؟ اليوسج. اليوسج اللي هو الاستخدام. تعال نشوف الاستخدام بتاع الماضي. انا هنا دوت ماضي صح؟ طب تعال بقى نشوف هنا actions. خلي بالك من اول كلمه started. طب ليه انا بقول لك خلي بالك منها؟ لان ديت معناها احداث. actions ديت معناها احداث، وstarted معناها بدات. لكن اهم حاجه عندي
ان هي لازم تكون and finished، يبقى ديت احداث بدأت وايه كمان، ولازم تكون بالنسبة لي خلاص انتهت امتى؟ in the past. هتفرق معاك؟ هتفرق معاك. هتفرق في ايه؟ لان بعد كده عندنا زمن زي مثلا زمن اسمه present perfect continuous، مضارع تام مستمر، حدث بدأ لكنه مستمر ولسه مكمل معايا. فمهم جدا جدا يا شباب ان احنا بنلعب على، زي ما قلنا بنلعب على اليوسج، بنلعب على الاستخدام، وفي نفس الوقت لازم تكون عارفه بالظبط. يبقى اول حاجه بالنسبه لي اهو actions started، احداث بدات، وfinished امتى؟ in the past، خلاص احداث حصلت وانتهت. هنعرف بالاكزامبلز طبعا مع بعض دلوقتي. طيب وعندي ايه كمان؟ قال لك لو قال لك كلمه، هو مش هيقول طبعا، لو عبر على telling story. يعني ايه telling story؟ معناها روايه قصه، او واحد بيحكي قصه، بيحكي موقف، بيحكي اي حاجه حصلت له. في الحاله ديت احنا بنستخدم معانا الباست سمبل، ليها النطقين باست وباست، الاثنين صح طبعا. وكمان لو قلت لك habits in the past، يعني ايه habits in the past؟ habits ديت يا رجاله معناها عادات، وانت past ديت اللي هي في الماضي. يعني ايه برضه عادات في الماضي؟ فاكر زمان لما كنا بنقول كلمه used to اعتاد ان؟ ايوه هي دي الهابت في الباست، او هي ديت العادات في الماضي، وهنعرف كله بالتفاصيل. يبقى actions started and finished in the past، احداث حصلت بدات وانتهت، وكمان قلنا telling story احداث مالها؟ ها روايه قصه. وثالث حاجه قلناها habits in the past عادات في الماضي. طب تعالى نشوف كمان، وقال لك في الاف كونديشنال السكند، الحاله الثانيه اللي هي بتاعه اف، يبقى الحاله الثانيه لقاعده اف، هنعرف التفاصيل. تعالى بقى ايه نفصص الاكزامبلز مع بعض. لو جيت قلت لك I play tennis yesterday، انا played لعبت تنس امبارح، ايوه من خلال الاكزامبلز احنا هنبدا نطلع الفورم، الفورم اللي هو التكوين يا رجاله. خلاص يبقى من خلال الاكزامبلز هنبدا نطلع الفورم. انا هنا قلت لك I play tennis yesterday، انا لعبت تنس امتى؟ امبارح. يبقى في الحاله دي دوت actions started and finished، احداث بدات وانتهت. طب تاني حاجه I used to play in the street، خلي بالك used to play in the street معناها انك اتعودت تلعب في الشارع and stopped doing that، وتوقفت عن فعل الحبه ديت. يبقى هنا قلنا used to، وخلي بالك used to بيجي بعديها infinitive. اي معلومه هكتبها لك لازم تكتب معايا بالظبط، تمام. وايه كمان قلنا I always had. مستر اقف بقى، هقف اهو. حاضر مستر، ازاي جبت always وجي بعديها فعل في التصريف التاني؟ ايوه انا عايزك تصحصح معايا كده. بص يا اولاد وبص يا بنات، احنا اتفقنا من شويه ان احنا اصلا بنلعب على الاستخدامات، صح؟ وقلت لك اوعى تفكر دايما ان الكلمات الداله بتاعتك ثابته، لا الكلمات الداله مش ثابته خالص. بص انا هنا قلت لك ايه؟ I always had my breakfast before I went to school، كنت دايما بفطر قبل ما اروح المدرسه. مستر هو ينفع اجيب always في الباست؟ ايوه بتدل على عاده او بتاكد على عاده او روتين حضرتك كنت متعود تعمله في الماضي. مستر انا متعود ان always ديت present simple، يبقى لازم اجيب بعديها اس و يس وفعل في المصدر. انسى الكلام ده خلاص، انت كبرت. يبقى معنى كده always عادي جدا لو عبرت بيه على past simple، عشان كده مش عايزك تمسك قوي في الكلمات الداله. طيب I always had my breakfast، كنت متعود ان انا اخد الفطار بتاعي before I went to school، قبل ما اروح المدرسه. ايه كمان؟ I found a bag، انا كده بحكي لك قصه اهوت او موقف. انا لقيت شنطه and then I went to the police station، لقيت شنطه وبعد كده رحت، ادي found فعل في التصريف الثاني، then وبعد كده عندك went التصريف الثاني. يبقى معنى كده يا رجاله ان احنا هنا بنتكلم في الفورم، بنتكلم على second form of a verb. يعني ايه second form of a verb؟ اللي هو excellent، اللي هو التصريف الثاني. طبعا انا بكتب بسرعه سامحوني. يبقى I found a bag، لقيت شنطه، then I went to the police station، بعد كده رحت لقسم الشرطه. يبقى في الحاله دي telling story، بحكي موقف او قصه. طب الحاله الثانيه بتاعت if اهي، if I had money، ادي جه بعديها second form اللي هو التصريف الثاني. والجمله الثانيه انت عندك would، وبرده would لازم يجي بعديها مصدر. مستر المعلومات كتير، ما هي للاسف المعلومات لازم هتبقى كتير. يبقى اليوسج احداث بدات وانتهت، telling story بتقرا قصه او بتقول قصه، وكمان عندك habits in the past and finished، العادات ديت لازم تكون يا شباب خلصت. والثالثه او الرابعه السكند كونديشن، الحاله الثانيه بتاعت if، وعرفنا من خلال الاكزامبلز. خلي بالك بقى من الاخيره ديت مهمه قوي بالنسبه لي، اشيل لك الزحمه دي بس الاول. بص يا مستر، بص يا سيدي، I'd rather،
خلي بالك I'd rather هنا جه وراها past simple تصريف تاني. طب تعالى نفهم الجملة معناها ايه. I would rather he left now. كنت اتمنى او كان من الافضل ان هو يمشي دلوقتي. ركز. Would rather اهي. خلي بالك. هيجي بعديها تصريف تاني. مستر انا فاكر السنة اللي فاتت حضرتك قلت لي would rather بيجي بعديها مصدر. Excellent. برافو عليك. تعالى نكتب هنا على جنب. كأني قاعد معاك اهو. Would rather حضرتك اكتب كده. Would rather اهي. هيجي بعديها شباب الفعل في المصدر. ماشي. طب هنا جالي تصريف تاني. أيوة الناس اللي واخدة بالها. أنت عندك هنا مين؟ عندي هنا اسم شخص. يبقى معنى كده. Would rather اهي. كويس؟ جه بعديها هنا شخص. في الحالة دي الفعل لازم يكون تصريف تاني. وركز عشان دي تركية مهمة. يبقى would rather لوحدها زي ما قلت اهو هيجي بعديها مصدر. هنا مفيش ولا فاعل ولا شخص ولا أي حد. لكن would rather جه بعديها اسم شخص يبقى لازم في الحالة ديت هيجي بعديها الفعل تصريف تاني. وركز عشان ديت مهمة معايا او السنة دي. تمام؟ نكمل يا مستر. نكمل يا باشا. طيب قال لك النفي عادي بسيطة بقى خلاص انا بنفي في الماضي انا راجل كبير وعارف ان انا هستخدم subject. ايه السبجكت دوت اللي هو الفاعل. واجيب بعديه didn't وبعدين مصدر. هنشوف في الاكزامبلز. او subject وبعدين wasn't وبعدين weren't وبتكمل الجملة بتاعتك. واوعى تحط هنا ing. طب ليه؟ عشان دوت هيبقى past continuous. ماضي مستمر وهنشوفه بعد شوية. لكن انا هنا عندي بتكلم على past simple في الحالة ديت. wasn't او weren't او he was at home yesterday. هو كان في البيت امبارح. او he wasn't at home yesterday. هو ما كانش في البيت امبارح. I didn't go to the cinema last week. خلي بالك didn't go. اوعى تنسى ان didn't ديت برضو يا شباب الفعل لازم يجي وراها في المصدر. وهنا عندك كلمة دالة last وعندك كده كلمة دالة yesterday. خلاص يا مستر يبقى انا كده عرفت ان yesterday و last past simple. لا طب ليه؟ عشان بعد شوية هناخد الباست كونتينيوس وبرضه هنستخدم معانا yesterday و last. مستر انا اتلخبط. مش عايزك تتلخبط. احنا بنلعب على الاستخدام. ركز بنلعب على الاستخدام. طب تعال نشوف ايه كمان. قال لي بقى يا سيدي الباست كونتينيوس. الباست كونتينيوس دوت يا رجاله اللي هو الماضي المستمر. طيب ايه الفرق؟ تعال اكتب لك جملتين والجملتين دول هم اللي هيوضحوا لك الفرق بالظبط. نكتبهم في الحته دي. كل اللي انا بكتبه اكتبه لان ده اللي هيفهمك الدرس بتاعك. لو قلت لك ان هو I played زي ما انا بكتب كده اهو I played football yesterday. خلاص معنى الجمله انا لعبت كوره امبارح. وجيت هنا قلت لك I was خلي بالك was او was الاثنين صح. I was playing انا كنت بلعب football at 3 yesterday. كنت بلعب كورة امبارح الساعة 3. خلي بالك انا هنا قلت لك I played كنت بلعب played. وهنا قلت لك was playing. ايه الفرق؟ طب ما انت هنا عندك yesterday وهنا كمان عندي yesterday. بس واخد بالك الفرق ما بين الاثنين؟ اه يا مستر. ايه الفرق؟ انت عندك هنا at 3 هو ده الباست كونتينيوس. ايه يا مستر الباست كونتينيوس at 3؟ لا يا بطل. طب ايه الفرق؟ الفرق ان في الجمله الاولى انت ما عندكش definite time او certain time. كلمني عربي. حاضر. ما عندكش وقت محدد. طالما ما عندكش وقت محدد والجمله فيها yesterday يبقى في الحاله دي بناخد past simple. لكن عند حضرتك certain time او وقت محدد او وقت او فتره من فترات اليوم في الحاله دي يا بنات لازم ناخد past continuous. تعال نشوف التعريف بتاع past continuous. تعريف عشان تفهم اليوستج بالظبط. اهو يا سيدي زي ما طلع لك كده actions. قلنا يعني actions معناها احداث. were in progress احداث كانت مستمره. in the past في الماضي خلاص حدث كان مستمر. او I was playing at 3. كمل الجمله معايا. in a certain time. certain time ديت معناها وقت. ها وقت محدد. يبقى خلي بالك certain time معناها وقت محدد. يبقى حدث كان شغال بس محدد لي وقت. اهم حاجة يبقى معنى كده جاب لك وقت محدد. وقت محدد يبقى هنا هاخد على طول past continuous. ما جابليش وقت محدد يبقى past simple. اهو I was playing tennis at 3. اهو وقت محدد عندي وقت. عندي وقت. طالما عندك وقت يبقى حضرتك هتستخدم was والverb لازم يكون اخره ing. ده التركية. يبقى هيجيب لك yesterday هنا ويسترداي هنا. عينك عندك وقت ولا ما عندكش وقت
تعال نشوف اكزامبلز تانية. طيب قال لك ايه كمان؟ قال لك ممكن تستخدم وايل واز وين. مستر هنطبق؟ اه هنطبق، ما تقلقش امشي معايا واحده واحده. يبقى كده اول فرق وقلناه، ها الوقت المحدد هو ده اللي هيفرق معايا. طب تعال اعلمك حاجه، علمني يا مستر. هعرف منين ان الجمله بالنسبه لي وقت محدد؟ قلنا اول حاجه هيبقى عندك ات، وهنا في اي ساعه، خلاص. طيب طبعا دي طريقه شرح جديده ما كناش بنشتغل بيها السنه اللي فاتت، تمام؟ ليه؟ علشان خاطر السنه دي في تريكات لازم تتكتب قدامك. يبقى انت عندك ات وهيجي بعديها اي ساعه. طب ايه تاني؟ هجيب لك معاها كلمه يسترداي. طب يا مستر ما هتنفع يسترداي الناحيه الثانيه؟ لا، بس هزود لك هنا اهوت فترات من اليوم. يعني ايه فترات من اليوم يا رجاله؟ لما اجي اقول لك مثلا يسترداي مورنينج، امبارح الصبح، يسترداي افترنون، امبارح بعد الظهر، يسترداي ايفنينج، امبارح بالليل، يسترداي نايت، ممكن اقول لك ميد داي، منتصف اليوم، ممكن اقول لك ميد نايت. يبقى في الحاله دي يا شباب انا هنا جبت لك يسترداي ومعاها فتره من فترات اليوم، يبقى ده بنسميه certain time، وقت محدد. يبقى لازم الجملة تكون في الباست كونتينيوس، وهنقول دوت واحنا بنحل مع بعض. طب ايه وايل واز وين؟ وايل واز وين المفروض ان انت خدتهم السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كمان. وايل واز الاثنين دول يا شباب معناهم بينما. طب وين؟ وين معناها عندما. ليهم استخدامات مختلفة. تعالى نتفق الاول ان وايل وين ان وايل واز الاثنين بيساووا بعض. متفقين يا مستر؟ بستخدمهم امتى؟ تعالى لازم نحل باليوسج. انا شغلي كله معاك السنه دي استخدامات، مش هقول لك كلمات داله، شغلي كله معاك ازاي تحل وانت فاهم. بص يا سيدي، وايل واز هنا بقول لك تو اكشنز، حدثين. وير هابينج، كانوا شغالين. اكسلنت، ادي عندك وير وادي الاي ان جي. خلاص كده انت عرفت التكوين بتاع الباست كونتينيوس، بيتكون من ووز او وير، والفيرب طبعا يكون اخره اي ان جي، وطبيعي لازم يكون في سبجكت في الاول. وير هابينج ان ذا باست، خلي بالك ات ذا سيم تايم، في نفس الوقت. يعني ايه في نفس الوقت؟ وانا شغال دلوقتي ادم قاعد بيلعب ببجي، خلاص. يبقى انت عندك هنا تو اكشنز، حدثين. اه قاعد بيلعب والله. يبقى انت هنا عندك حدثين شغالين وفي نفس الوقت، بس طبعا لازم يكون في الماضي. يبقى تو اكشنز وير هابينج ات ذا سيم تايم، حدثين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. حلو، تعال نشوف الاكزامبلز بتاعتنا. وانا واز ايتينج، وانا باكل، ماي فادر واز سليبنج. عندك كم حدث هنا؟ اهو واحد، وايل اي واز ايتينج. الحدث الثاني ماي فادر واز سليبنج، بابا كان نايم، زي الفل. عندك كم اكشن؟ اثنين في نفس الوقت. اه في نفس الوقت، انا باكل ادي واحد. طب التكوين، ادي واز اهو وادي الاي ان جي، والناحيه الثانيه واز برضو وي اي ان جي. يبقى طالما الاثنين، وركز في اللي هقوله لك، طالما يا شباب الاثنين في نفس الوقت وما عندكش انترابشن، ما عنديش انقطاع، مهمه او مهمه، طالما الاكشنين او الحدثين بيحصلوا في نفس الوقت وما عندكش الانقطاع، يبقى في الحاله دي الجمله لازم تكون بتتكون من باست كونتينيوس، والناحيه الثانيه برضو باست كونتينيوس. تعال ناخد مثال كمان. يبقى في الحاله دي لو انا عندي بدون انقطاع، مهمه قوي بالنسبه لي، اهو My mother was cooking while I was playing. ماما كانت بتطبخ وانا كنت، while بينما انا كنت بلعب. عندك كم حدث؟ اثنين. فين؟ My mother was cooking، واحد، والثاني I was playing. هنا في انقطاع؟ لا. طالما ما عندكش انقطاع يبقى في الحالة دي يا رجالة لازم الحدثين يكونوا مستمرين، يبقى الاثنين past continuous. تعال نشوف كمان حاجة، بص بقى الانقطاع اللي حصل. While I was studying، وانا قاعد عامل نفسي بذاكر، the telephone rang، التليفون رن. بذمتك قول لي بالله عليك هتعمل ايه في الحاله دي؟ حضرتك قاعد بتذاكر والتليفون رن. انا هنا بقول لك while I was studying، وانا بذاكر، while I was studying the telephone rang، التليفون رن، حضرتك هتعمل، طبعا هتسيب كل اللي في ايدك وتجري على التليفون. هنا الاكشنز فضلوا مستمرين ولا حصل interruptions بالنسبه لي؟ حصل انقطاع، صح؟ ايوه يا مستر. خلاص يا اولاد، يبقى دام حصل انقطاع يبقى اللي بعد وايل لازم يكون past continuous، واللي قطع ده رانج التصريف الثاني، ايوه، يبقى دوت past simple. طب افرق ازاي يا مستر؟ بص يا بطل، بصوا يا جماعه،
لا هفرق ازاي؟ لو انت عندك انقطاع يبقى اللي قطع دوت بالنسبه لي باست سيمبل، لازم يكون تصريف تاني. طب واللي كان شغال؟ خلاص احنا متفقين اللي كان شغال ده was aware زائد ing فقط، متفقين؟ ناخد جمله كمان. While I was playing، وانا بلعب I fell، وقعت. عندك كام اكشن؟ عندي حدثين. قطع مستر، انا بلعب وقعت، طبعا قطع. خلاص ادام انت عندك نفس الثقه دي يبقى معنى كده ان اللي كان شغال was زائد ها ing. طب واللي قطع؟ اللي قطع ثابت بالنسبه لي اللي هو الباست سمبل، يبقى اللي قطع يا شباب باسم. معنى كده ان وايل واز ليها قاعدتين؟ ليها قاعدتين. ايه وايه؟ هقول لك يا سيدي على السريع. يبقى ماضي مستمر، والناحيه الثانيه ماضي بسيط لو عندك اكسلنت. ماضي مستمر، ماضي مستمر لو الاثنين في نفس الوقت بدون انتربشن، بدون انقطاع، اكسلنت. القاعده هي قدامي يا شباب. يبقى وايل جه بعديها باست كونتينيوس، باست كونتينيوس، وكمان وايل يجي بعديها باست كونتينيوس باست سمبل. خلي بالك هنا لو انت عندك انقطاع، ممكن اشيل وايل واحط مكانها طبعا از. يبقى خلي بالك ممكن اشيل وايل واحط مكانها از، بس كده بس كده مؤقتا. تعال نكمل مع بعض. نكمل يا مستر، نكمل يا سيدي. يبقى وايل خلاص انا عرفت وين، انت فهمت وايل صح؟ وان العكس. يعني ايه العكس؟ وايل جه بعديها ماضي مستمر، ماضي بسيط، باست كونتينيوس باست سمبل اكس، يبقى باست سمبل اكسلنت باست كونتينيوس. تعال نشوف في الاكزامبلز. وان كمان ممكن يجي بعديها باست سمبل باست سمبل، يعني الجمله كلها تبقى تصريف تاني. يبقى الجمله كلها يا شباب تصريف تاني. طب ازاي يا مستر؟ تعال نشوف. وين ذا سيف سو ذا بوليس، اول ما الحرامي شاف البوليس هي ران اواي، جري على طول. خلي بالك عندك هنا قاعده ها وين جه بعديها الفعل تصريف تاني. طب والناحيه الثانيه تصريف تاني. طب دي بستخدمها امتى؟ عادي، تعال نشوف الاستخدام. الجمله قدامك لما الحرامي شاف البوليس، ادي حدث، حدث حصل وراه على طول، هي ران اواي، جري، اول ما شافه جري. ما عنديش حدث كان مستمر، عندي حدثين ورا بعض. يبقى عندك حدثين ورا بعض، يبقى وين؟ باست سمبل باست سمبل، تصريف تاني ها؟ تصريف تاني، كويس يا رجاله. ممكن بقى تبقى عكس واي، وين هيجي بعديها باست سمبل، باست سمبل اللي هو التصريف الكام؟ اكسلنت، التصريف التاني. والباست كونتينيوس خلاص عرفناه، سبجكت وبعد كده ووز او وير، والفيرب ثابت بتاعي اللي هو يكون اخره اي ان جي. وين ذا لايت ونت اوف، اول ما النور قطع، اي ووز ستادينج، كنت غلبان، كنت قاعد بذاكر. يبقى لما كنت بذاكر النور قطع. طب هل هنا انا ممكن احط وايل؟ طبعا عادي. طب هتحطها ازاي؟ شقلب الجمله. ازاي يا مستر؟ هقول وايل كويس اي ووز ستادينج، وانا بذاكر ايه اللي حصل يا رجاله؟ احط وين؟ لا مش فرح بقى، يبقى ذا لايت ها وينت اوف. خلي بالك بقى عندنا شويه ملاحظات. عندي حاجه اسمها وايل قلنا اللي هي بينما، ما احنا عارفينها خلاص ماضي مستمر. لا تعال، وعندك حاجه اسمها ديورينج. ديورينج ديت يا شباب معناها اثناء، وعندي حاجه اسمها اون، ممكن نقول عليها بعد، او ممكن نقول عليها بينما، وممكن نقول عليها اثناء، مش فارق معايا الترجمه. قال لحضرتك التلاتة دول ممكن نستخدمهم في عدم وجود فاعل. خلي بالك عدم وجود فاعل، يعني لو ما عندكش فاعل في الجملة هعمل ايه؟ هتجيب يا اما ناون يا اما اي ان جي. انا كاتب لك هنا وايل بعديها اس عشان انا عارف ان انا هاجي اعمل لك هنا، ركز. وايل مفيش بعديها سبجكت، في الحالة ديت هحط في الفيرب اي ان جي او ان، مين الان دوت اللي هو الاسم. وايه كمان؟ وقال لك اهو وايل بلاينج، اثناء اللعب اللي حصل اي فيل داون، يبقى وانا بلعب ها اللي حصل وقعت. يبقى في الحاله دي انا هنا ما عنديش فاعل. طب الجمله الثانيه عندك انقطاع؟ خلاص انت عرفت ان الانقطاع بتاعي تصريف ثاني. تعال نشوف ديورنج. خلي بالك ديت مهمه قوي 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 قوي. ديورنج برضو ما يجيش بعديها فاعل، في الحاله دي هنحط ناون اللي هو الاسم. يبقى خلي بالك ديورنج ما فيش بعديها فاعل، هنحط ناون اللي هو الاسم. ازاي يا مستر؟ during my lunch، اثناء الغداء بتاعي، ادي اسم اهو، ده تليفون رانج، يبقى اثناء الغداء التليفون رن. طب ديت رانج برضو، دي اكسلنت، تصريف تاني. انا بشخبط لك قدامك لان ده خط شخبطه بصراحه، كاني قاعد معاك بالظبط. يعني عيد الفيديو كذا مره وامشي معايا، وهات ورقه وشخبط زي ما انا بشخبط كده. ممكن اقول لك during his sleep، اثناء نومه he fell، اللي حصل وقع برضه. ايه ده وقع وهو نايم؟ ياما وقعنا واحنا صغيرين.
طيب خلي بالك on برضو ما يجيش بعديها subject، هتحط بعديها ing. On seeing the police، اول ما شاف البوليس the thief ran away، طلع يجري على طول. خلي بالك هنا on برضو ما فيش subject، يبقى في الحالة دي هنحط ing. تعال نطبق الكلام دوت بقى مع بعض واحدة واحدة، وما تنساش احنا بنحل عن طريق اليوسج. وقف الفيديو، حل، ابدأ صحح معايا. وقفت حليت، تعال بقى نشوف انت فهمت الكلام ده ولا لا. طيب اول حاجة عايزك تكتب الرول بتاعتك كده. يعني ايه نكتب الرول؟ تعال نشوف الاستخدامات بتاعتنا اللي احنا خدناه. خدنا subject was where زائد ها ing، وخدنا ايه كمان؟ خدنا while يجي معاها was where ing، was where ing لو ما عندكش انقطاع، او برضه يجي معاها was where ing ويجي معاها past simple، وخدنا during. تعالى بقى ايه نحل على طول، المفروض انك حليت. طيب سلمى نقط، خلي بالك هنا عندك when. خلاص خلاص ادام عندي when وعندي جه بعديها past simple، يبقى في الحاله ديت لازم تكون past continuous. يبقى عينك على الرابط، الرابط عندي when، اعكس بقى، احفظ القاعده واعكس صح. الجملة الثانية what not when I took photos of the crocodiles، كنت بتعمل ايه؟ انا عايز اسألك اقول لك كنت بتعمل ايه؟ برضه عندك when، خلاص يبقى did you do؟ لا. طب ليه؟ انت عندك حدث كان مستمر، يبقى you were doing. لا برضه لازم تبقى were you doing. ليه يا شباب؟ احفظ معايا كده وافتكر معايا wh بعد كده was او where وبعدين السبجكت وكمل جملتك. لازم تحفظ ترتيب عمل السؤال صح. حاضر يا مستر. وايل خلاص هو حلها لي، قال لك وايل وجاب هنا ايه؟ جاب فاعل. خلي بالك طالما عندك فاعل يبقى انا في الحاله ديت لازم اقولها was working. excellent. نسمة first met her best friend when. when بسيطه، when يجي بعديها ماضي بسيط. فين الماضي البسيط؟ excellent اللي هو was. كويس قوي، عرفني انت جبت كام. خلي بالك من اللي جاي. وايل اول ما تلاقي وايل عينك هنا، عندي فاعل ولا ما عنديش؟ ما عنديش، يبقى على طول بدور على الفيرب اللي اخره ing. excellent، عرفني جبت كام من كام ضروري. when was the last time، خلي بالك عندك last. طيب that you seeing، لا ما تنفعش. have seen، لا ما تنفعش. مش دي last، خلاص حط ماضي بسيط على طول، فعل التصريف الثاني ما فيهاش اي تاتشات يعني. number 7 علي always، خلاص علي always يبقى اس او اس على طول يا مستر. لا يا بطل كمل الجمله. حاضر نكمل يا بنات معايا. when he was young، لما كان صغير. الجمله ماضي يبقى انت لازم تحافظ على الجمله كلها ماضي تبقى walked. مستر عندك always عادي جدا قلناها من شويه. حسن couldn't answer the phone because he not his father's car. مستر ما عنديش كلمه داله، وايه يعني؟ احنا شغالين على الاستخدام. حسن ما قدرش يرد على التليفون لانه كان بيغسل عربيه باباه. طب هنا حدث كان مستمر، خلاص شفت المعنى والاستخدام يفرق معانا. الحدث اللي كان مستمر was washing. excellent، كمل معايا. حل برضو الاول وبعدين صحح معايا الاجابات. حل يلا. ايه ده؟ yesterday ايه؟ evening. يبقى انا هنا جاب لي فتره من اليوم، فتره من اليوم يبقى دوت certain time، وقت محدد، يبقى ما ينفعش past simple. انا عايزك تفكر كده، يبقى لازم يكون were revising. excellent، يبقى عرفت yesterday وجي معاها فتره من فترات اليوم. طب خلي بالك هنا سينج على طول وما عنديش فاعل، هختار on. excellent، وكمان عشان المعنى despite ديت معناها بالرغم من، without برضو معناها بدون. بيجي بعديهم ing بس مش معناه، مش هتنفع هنا بدون الحادثه، لا هنا معناها بينما او اثناء او اول ما شفت الحادثه. in the past، خلاص الراجل حلها لي. people ها used travel، لا يا بطل. طب ليه يا مستر؟ اهو يا بنات انا عندي القاعدة اسمها used to على بعضها، معناها اعتاد ان، وما تنساش بيجي بعديها المصدر، و are used to دي بيجي بعديها ing. نقولها كده على السريع. number 12 I not my lessons between 6 and 8، كنت بعمل حاجة ما بين 6 و 8، يبقى معنى كده ان الاكشن ده كان مستمر. excellent، يبقى was revising. اخر حاجة I'd rather ندى. مستر خلاص would rather بيجي بعديها مصدر، ركز عندك فاعل صح، عندي هنا شخص صح. ايوه ايوه افتكرت، يبقى الفعل لازم يكون تصريف تاني، ركز كويس قوي في الحاجات دي. اخر حاجه my sleep I had bad dream، طب هتبقى ايه؟ طب ديت يا مستر ناون، ايه اللي بيجي معاه ناون؟ while. لا هنا مش هتنفع. ليه؟ لان انا هنا عندي كلمه during،
during هنا يا شباب معناها اثناء. بالشكل ده احنا خلصنا الجرامر بتاع يونت 1 past simple past continuous. عرفني جبت كام من 14؟ لو عندك اي question اكتبه لي في الكومنت. see you next time.